في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي تلاميذ الصف الرابع، عدنا لنتابع سلسلة دروس اللغة العربية. درسنا اليوم درس قواعد. الأهداف السلوكية لهذا الدرس: أولا، أن يعرف التلميذ فعل الأمر، أن يحدد التلميذ علامة بناء فعل الأمر، وأن يحول التلميذ فعل المضارع إلى فعل الأمر. لنبدأ بالتمرين التالي لنكتشف عنوان درسنا لهذا اليوم. اطلب من الولد أن يشرب، ماذا أقول له؟ اشرب. ممتاز، أنا أطلب منه أن يشرب، أقول له اشرب. اطلب من الفتاة الصغيرة أن تشرب، ماذا أقول لها؟ اشربي. أحسنتم، اشربي طلب. اطلب من الولد أن يرسم، ماذا أقول له؟ يرسم. يرسم، أنا أطلب منه أن يرسم. مثال آخر، اطلب من الفتاة أن ترسم، ماذا أقول لها؟ ارسمي. أحسنتم، ارسمي، أنا أطلب منها أن ترسم. ماذا أسمي أنا هذا الزمن؟ اشرب، اشربي، ارسم، ارسمي. لنرى مع عنوان درسنا لهذا اليوم. درسنا لهذا اليوم عنوانه فعل الأمر. إذن ما هو فعل الأمر؟ ما تعريف فعل الأمر؟ فعل الأمر هو كل فعل يطلب به حدوث طلب ما. فعل الأمر هو طلب. انظروا للصورة. اقفز. اقفز هنا هي فعل أمر، أطلب منه أن يقفز. اركض. اركضي. اركض، أنا أستخدمها لمن؟ اركض للمذكر. أحسنتم، اركضي، أنا أستخدمها مع من؟ للمؤنث. أحسنتم، اركض، اركضي. ما هي علامة بناء فعل الأمر؟ هل هي الفتحة أم الضمة أم السكون أم الكسرة؟ لنقرأ الأمثلة. انتبه لشرح الدرس. اكتب واجبك. حافظ على النظافة. الفعل انتبه فعل أمر، اكتب فعل أمر، حافظ فعل أمر. ما هي علامة بناء فعل الأمر هنا؟ لاحظوا معي، انتبه، اكتب، حافظ. أحسنتم، فعل الأمر يبنى على السكون. إذن فعل الأمر هو فعل يطلب عمله في المستقبل وحركته السكون. هيا صغاري، حول الفعل المضارع إلى فعل أمر واضبط حركة آخره. لنقوم بالتمارين التالية ونحلها سوية. لنبدأ. يغسل مضارع تصبح في الأمر. يغسل، اغسل. أحسنتم، تتكلم مضارع تصبح في الأمر، تكلمي. ممتاز، اغسل، تكلمي. يلعب مضارع تصبح بالأمر، العب. أحسنتم، يعمل هو يعمل، اعمل. تعمل هي تعمل مضارع تصبح في الأمر، اعملي. ممتاز، اعمل، اعملي. مثال أخير، الولد يركض. يركض مضارع تصبح بالأمر، اركض. أحسنتم، إعراب فعل الأمر. كيف أقوم بإعراب فعل الأمر؟ فعل الأمر دائما مبني على أقول، فعل الأمر مبني. لنقوم بإعراب اكتب على السبورة. فعل الأمر هنا اكتب. هيا يا أحمد، قم بإعرابه. اكتب فعل الأمر مبني على السكون الظاهرة على آخره. أحسنت يا بطلي، ممتاز. الآن أبنائي، لدي التمرين، لنقوم بحله في المنزل. حدد فعل الأمر ثم أعربه. الجملة الأولى، ادخل إلى المنزل. حدد الفعل الأمر ثم قم بإعرابه. الفعل الثاني، ادرس جيدا. حدد فعل الأمر في الجملة ثم قم بإعرابه. هكذا أبنائي، نكون قد أنهينا درسنا لليوم. دمتم في حفظ الله ورعايته.